تواجدها 4.2 مليون سنة أيضاً إلى سلام. وتوجد الكثير من الهيكل العظمي الموجود الذي تم استكشافه، فسترون المزيد في هذا الطابق السفلي من بداية المتحف، فابقوا معنا لتروا ماذا يتواجد في هذا المكان وكيف كان نمو البشر أو كيف كانت التطورات التي حدثت من بداية وجود أو معرفة وجود كائن بشري حتى الآن من نمو عقله، وكيف استخدم الطبيعة التي حوله من أحجار وغيرها. إضافة نجد هنا أيضا من بعض الكائنات الحيوانية، نجد الفيل كيف كان نموه، كيف كانوا إلى أي مرحلة يتواجد فيه الآن، فابقوا معنا لتروا كل هذه أدعى نوغوسو ماكونن، أعمل كمدير لشؤون المتحف الوطني الإثيوبي. نتواجد الآن في الطابق السفلي بالمتحف الوطني الإثيوبي. في هذا الطابق سوف نرى الحفريات المشهورة التي تعرف بها إثيوبيا، كالمستحاثة لوسي المعروفة محلياً بدينكنش، والمستحاثة سلام، والمستحاثة أردي، وغيرها من الأحافير التي تعود أعمارها لأكثر من 360 ألف سنة. هنا نرى العديد من أحافير الحيوانات المختلفة، فمثلا هنا نرى بقايا عظام الخنازير، وتعود أعمار بقايا العظام هذه لأكثر من 302 مليون سنة. ويمكن أن نقول أن هذه الحيوانات التي تعود لها هذه البقايا قد عاصرت المستحاثة لوسي في زمنها، وتم اكتشاف بعض هذه الأحافير بالقرب من نهر الأومو السفلي، وبعضها الآخر في منطقة حدار في إقليم عفر الإثيوبي. وهذه الصور توضح كيفية تطور هذه الحيوانات عبر ملايين السنين للتكيف مع البيئة المحيطة، حيث أن أجسام هذه الحيوانات كانت كبيرة لكن تطورت لتصبح صغيرة الحجم كما هي عليه الآن. أما هذه فهي مستحاثة من فصيلة الخيل أو الأحصنة، والتي تسمى علمياً بإيكوديس، وتعود أعمار هذه الأحافير إلى حوالي 2.7 مليون سنة. وقامت هذه الفصيلة أيضاً بتطوير بنيتها الجسمانية لتتمكن من التكيف مع بيئتها، إذ أن نظرية التطور العلمية تشير إلى أن الفصائل التي تتمكن من النجاة هي التي تنجح في التطور حسب الظروف الطبيعية. فنرى أن الأحصنة كانت تتسم بأجسام صغيرة، ولكن تطورت وازداد حجمها حتى أصبحت على ما هي عليه الآن. ክሮኮዳይል አለ ወይም ያዞዝርያ አዎ ይሄ እንግዲህ በአብዛኛው ናይል ክሮኮዳይል ይባላል በ وهنا نرى فصيلة التمساح النيلي الذي يتواجد في نهر النيل وبحيرة تانا، وأيضا في مدينة أربامنج التي تحوي أول مزرعة لتربية التماسيح. وتقدر أعمار هذه الحفائر بقرابة 2.7 مليون سنة. وهنا نرى فصيلة البقريات التي هي من الثدييات ذات الحوافر المشقوقة،
وتتضمن حيوانات الجدي والأغنام والأبقار، وتتراوح أعمارها بين 2.3 و 2.6 مليون سنة، وتم اكتشافها بالقرب من نهر الأومو. وهذه الأحافير هي واحدة من الآثار التي سجلتها منظمة اليونسكو في إثيوبيا. ومنطقة نهر الأومو تحوي المستحاثات والأحافير التي تعود لأكثر من 40,000 فصيلة حيوانية. تتضمن المستحاثات البشرية أوسترولوبيتيكاس إثيوبيكاس وهابيلس التي اكتشفت في مكان يعرف بكونسو غاردولا. وهذه الأحافير تم اكتشافها في مناطق أثرية تعرف بفجج وشنغورا ويوزني كونسو ميبال بوتالا يتغينتوال سلازي النزي يتلايو كريتوش يدنغاي مساروش يتغينيو بسلونا بوتاوشو فجج شنغورا ተብሎ ዩዝኒ ተብሎ የሚጠሩ አርኪኦሎጂካል ሳይቶች አሉ። ከነዛ ከ ላይ የተገኙ ናቸው ማለት ነው። وهنا نرى أحافير الحيوانات آكلة اللحوم، ونلاحظ أنها كانت كبيرة جدا لكن تقلص حجمها مع مرور ملايين السنين. أما هذه فهي أحافير فصيلة فرس النهر. يقوم العلماء والباحثون بطرح نظريات مختلفة حول سبب التغيرات التي شهدتها هذه الفصائل الحيوانية. فمثلاً أفراس النهر كانت حيوانات ضخمة الحجم ثم تقلصت إلى حجمها الحالي، والكثير من العلماء يتفق على أن هذه الحيوانات تقلصت لمحاولة التكيف مع الظروف المحيطة كالتغيرات المناخية والجيولوجية أو كتكاثر وتناقص أعداد الحيوانات ووفرة الغذاء وغيرها من العوامل التي تؤثر على عيش هذه الفصائل. هذه الصور هنا تطلعنا على أنماط التنقل لأفراس النهر، إذ أنها حيوانات مائية تعيش في الماء خلال ساعات النهر وتخرج إلى اليابسة في الليل. سريا من الدمي مثل يتنطلنا يهونو بزي من الدمي مثل يساية إهين يدومو باترن أوف مومنت هاتشونا بكاتم زيارة قواتيك أنيمالس أمفيبيانس ناتشو وها كليلة من أرسل ما يتلو بابزانيا وها اللبتاك بابيلين كان They hide in the water, but as evening they walk out. East African Rift Valley, we have Talakusum Tshaloko, the tectonic plate, all the land masses, Arabian, African, and the Zoom. أود أن أشير إلى منطقة الوادي المتصدع والذي نتجت عن تصادم الصفائح التكتونية، مما خلق بيئة مواتية للحفاظ على المستحثات والأحافير. فكل المواقع التي وجدت فيها هذه المستحثات كحدار ودكيكا ومارامس وغيرها من المناطق توجد داخل هذا الصدع الكبير. وقبل ذلك لم تكن هذه المناطق صحراوية وقاحلة كما هي عليه الآن، بل كانت أشبه بالجنة على الأرض. فالغذاء كان يتواجد فيها بكثرة، والمناخ أيضا كان مثاليا وممتازا مناسبا للعيش. لكن مع الوقت تحولت إلى صحاريا وويديانة مقفرة. لكن ما سوزر ميون لكن ما انسساتوش يراسيونا مكاتم انفيرومنتو أهون اندمنا يوادلا بتنت كزي it was like a paradise جنة يمي مثل بتام يمي أمر
ስፔሺየስ በሙሉ መኖር የሚፈልጉበት because there is water there is pasture ይሄ ደግሞ የጥንቱ ማሙድ የሚባለው ትልቁ የዞን ዝርያ ነው። هذه هنا هي أحافير لنوع من أنواع فصيلة الفيلة تعرف بالماموث والتي انقرضت بسبب التغيرات البيئية التي لم تتمكن من التكيف معها وهذه أيضا بقايا لعظام الفك لفيل وجد في نفس الموقع الذي اكتشفت فيه المستحاثة لوسي ويبلغ عمر هذه العظام لأكثر من 3.49 مليون سنة. دمي الله نومالتنا. ديتينج سيستمو يعني النسائيات. تخيلي معي كيف يمكن لمنطقة كان فيها كثافة نباتية كبيرة أن تتحول إلى صحراء قاحلة، وهذا يرجع إلى عدم وجود مفاهيم الحفاظ على البيئة لدى الإنسان القديم، والاستغلال المفرط للموارد بقطع الأشجار للحطب والإفساح المجال للمزارع مما أدى إلى تصحر هذه المناطق في نهاية المطاف. هذه الخريطة تظهر لنا الأماكن التي اكتشفت فيها المستحاثات في إفريقيا، ويمكننا أن نلاحظ أن أغلب أماكن القارة تحوي مستحاثات وأحافير عديدة، وتتواجد هذه الأحافير بشكل مكثف في منطقة شمال شرق إفريقيا أو القرن الإفريقي ومنطقة الوادي المتصدع. أما هذه فهي بقايا المستحاثات البشرية التي تعرف بكادبة والتي تعني باللغة العفرية الأجداد، وتعود أعمار هذه العظام إلى حوالي 5.2 و5.8 مليون سنة، وتتضمن مختلف أنواع العظام كعظام الأسنان والفك لهذه الفصيلة القديمة، وتم اكتشاف هذه البقايا بين عامي 1979 و2003 في وسط منطقة أواش، وهنا نرى بقايا عظام المستحاثة أراميس أو أردي المكتملة بنسبة 75%، وهي تتفوق على المستحاثة لوسي بعدة أمور، منها العمر، فهي عاشت قبل المستحاثة لوسي بأكثر من 1 مليون سنة، وأيضاً بالحجم والوزن، لكن ما يميز المستحاثة لوسي هو أنها أول مستحاثة تم اكتشافها. تلك الأشكال التي نراها هناك هي مجسمات لعظام الحوض، الأولى تعود لحيوانات الشمبانزي وهي عظام ضيقة وهشة، وهذا لا يسمح لهذه الحيوانات أن تمشي على قدمين منتصبة بشكل عمودي، وفي الوسط نرى عظام الحوض التي تعود للمستحاثة أردي، ونلاحظ تغيراً في شكلها وتقارباً مع عظام الحوض للمستحاثة لوسي، وبدورها فإن عظام المستحاثة لوسي تبدو أقرب لعظام الحوض للإنسان، حيث أن توسع عظام الحوض من الأعلى يمكن الإنسان من التحرك واقفاً على قدميه، ويمكنه من تحمل وزن الأعضاء العلوية.
አናም ማለት ሌክ ማለት ነው በቱርካና ቋንቋ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አሳኢሴና አራሚስ አሳኢሴ የሚባል ቦታ ላይ ሚድራዎች ላይ ተገኝቷል። هذه بقايا عظام لمستحاثة تعرف بأنامياسيس والتي تعني باللغة التنغانيكية البحيرة واكتشفت في إثيوبيا بمنطقة تسمى آسايسي عام 1965 وهذه هي بقايا عظام الساعد وهنا نرى عظام الفك. أما هنا نرى المستحاثة لوسي التي تعرف محليا بدنغنش اكتشفت في منطقة حدار داخل الوادي المتصدع الموجود بإقليم عفر الإثيوبي وهذا كان عام 1974 وكانت أول مستحاثة تكتشف يبلغ عمرها 3.2 مليون سنة وهذا جعلها مميزة ومعروفة عالميا ومعنى الاسم المحلي يعني العجيبة أو المميزة واكتشفها العالمان توم غريس ودونالد جونسون حيث كانت أول مستحاثة مكتملة بنسبة 40% وساهمت هذه المستحاثة في تزويد العلماء ولأول مرة بمعلومات عن الإنسان البدائي كنمط التنقل والمشي على القدمين. هذا مجسم يوضح شكلها الذي كانت عليه هذه المستحاثة، العظام الملونة باللون البني التي تم العثور عليها. العظام الملونة باللون البني هي التي تم اكتشافها، أما الملونة باللون الأبيض فهي العظام المفقودة، والزرقاء هي عظام الغضروف اللينة. هي ريكونستاك يتدرج عند تيتشينج ايت ويم عند ماستماريا منتكمو نو معناتنا ايه نتشو دمو ميسينج لينكيج يالتغنيو 60% ነው ያሳያል. ይሄ ብሉ ወይም ሰማያዊ ደግሞ ካርትሌጅ ዘ ሶፍትስት ፓርት ኦፍ አወር ቦን